السلام عليكم. راح نكمل على الفيديو السابق. كنا حكينا إنه الجهاز نفسه، اللابتوب أو الجوال أو أي جهاز، عنده أي بي أدرس وهو يونيك 32 بت، كويس، لكنه لا يكفي لتعريف البروسيس، لأنه على الجهاز الواحد ممكن يكون قلنا أكثر من بروسيس. مظبوط، هذا جهاز لابتوب مثلا عنده بروسيس وعنده بروسيس آخر وعنده بروسيس آخر. طب كيف نميز؟ يعني لو أجت رسالة من اتجاه معين وصلت لهذا الجهاز، جاي على الاي بي ادرس، طب لمين يسلمها؟ لهذا البروسيس ولا لهذا ولا لهذا؟ مشغل هو تويتر مثلا، ومشغل فيسبوك، ومشغل ايميل، ومشغل اتصال شاتنج ماسنجر، ومشغل عشرات البرامج، كل واحد عنده بروسيس. اذا ما بكفي الاي بي ادرس لوحده، احنا محتاجين تعريف اخر للبروسيس. هذا البروسيس نفسه لازم يكون له ادرس، والبروسيس الاخر لازم يكون له ادرس، فهذا بصير من خلال حاجه بنسميها البورت نمبر. كويس، اذا ايدنتيفاير انكلودز بوث اي بي ادرس اند بورت نمبرز، لازم يكون يعني سبلمنتد مع الاي بي ادرس في بورت نمبر جاي. كويس، في التعريف، والاثنين مع بعض هم بنسميهم سوكت. تمام، السوكت اذا هو يعني كادريسنج، هو الاي بي ادرس مع البورت نمبر بنسميه السوكت. كويس، فاسوشيتد بيجوا مع بعض وذ بروسيس اون هوست، هم مرتبطين في البروسيس هذا. كل بروسيس اذا له اي بي ادرس وبورت نمبر. اكزامبل البورت نمبرز، البورت نمبر 80 هو خاص بالاتش تي تي بي في كل العالم، معروف يعني الاتش تي تي بي بروتوكول هو شغال على البورت 80، البراوزر على البورت 80، الميل سيرفر دائما شغال على البورت 25، الـ FTP على البورت 21، وهكذا كل بروتوكول يعني مشهور له بورت نمبر ثابت معروف. طيب to send HTTP message to جاية مثلا CS كذا العنوان هذا، فبصير الإرسال لازم الأدرس هو أدرس مشترك، وكأنه أدرس مشترك التنين هذول مع بعض، التنين هذول مع بعض هم أدرس واحد، الـ IP أدرس هو كذا كذا 128.11.119.172.12، والبورت نمبر هو 80، مع بعض هم بمثلوا السوكت اللي بوصل لمين؟ بوصل لهذا العنوان. كويس؟ اللي هو جيا سي اس كذا. إذا أي براوزر بده يتواصل مع هذا العنوان لازم يحط التنين هذول كأدرس، الـ IP والبورت نمبر 80. إذا أوكي سميناهم سوكت، هما اتنين مع بعض بنسميهم سوكت. طيب الـ Application Layer Protocol Defines، إيش بعرف الـ Application Layer Protocol زي الـ HTTP مثلا أو الـ SMTP أو الـ FTP؟ هذا البروتوكول إيش بعرف؟ بعرف الـ Types of Messages Exchanged، إيش أنواع الرسائل؟ أشهر شيء طبعاً Request و Response، ها؟ في Request وفي Response، لازم تكون الرسالة معرفة هل هي Request ولا هل هي Response. طيب الـ Message Syntax اللي هي النص اللي جوا الـ Message، What Fields in Messages، الفورمات تبعها، إيش الـ Fields تبعتها، And How Fields Are Delineated، كيف مقسمة وهكذا. message semantics المعاني اللي جوا، يعني ايش بتعني كل كلمه او كل رمز او كل حاجه جوا الرساله، meaning of information in fields. rules for when and how processes send or respond to messages. اذا هذه هي الرولز، متى يرسل، ايش يرسل، على اي اساس، يعني التصرفات الايفنتس بتصير، هذا كله rules. open protocols defined in RFCs، البروتوكولات إذا اللي شغالة بتتعرف كل واحد له RFC رقم معروف. كويس، وهذا allows for interoperability، بمعنى إنه أنت شركة بكرة عندك وفلان عنده شركة وفلان عندها شركة وكلكم بتعملوا برامج. كويس، هذه البرامج بكرة بتتخاطب مع بعض، إذا ما مشتش على ستاندرد محدد اللي هو مكتوب ضمن الـ RFC مش هتقدر تتخاطب مع بعض، هذه البرامج هتفشل في التخاطب ومش هيتم التواصل.
لكن لو كل البرامج اتبعت الـ RFC كويس، طبعا الكل متبعه، فانت لما تعمل برنامج جديد مثلا لازم تطبق بالـ RFC بحذافيره، البروتوكول اللي مسجل في الـ RFC. لا هذا البروتوكول ايش بتسميه انت، HTTP او كذا حسب اللي تختاره يعني للابلكيشن تبعك، لازم تطبقه بحذافيره حتى تستطيع انك تتواصل مع البرامج الاخرى اللي بتشتغل بنفس هذا المجال. تمام، هذا بنسميه انتر اوبرابيليتي. طيب بروبريتري بروتوكولز اللي هي البرامج الخاصة، البرامج الخاصة زي سكايب، هذه مش واضح كيف شغالة. في برامج خاصة زي سكايب مش واضح لنا كيف شغالة، وإن كان في بيبرز بتشرح بالضبط، يعني بيعمل تجارب عليها ويحاولوا يفهموا بالضبط كيف هو شغال هذا البروتوكول، وبينشروها بعدين طريقة عمله. What transport service does an application need؟ إذا أي application بيحتاج services معينة من الـ transport layer، إيش نوع الـ services اللي بيحتاجها؟ كويس؟ هذا السؤال. مثلا الإيميل. هذا نكبر ونخربش. الإيميل إيش بحتاج خدمات الإيميل؟ هل بحتاج داتا انتجريتي؟ الداتا انتجريتي معناها وصول الرسالة سليمة، مش مغير فيها ولا حرف يعني، ولا بيكسل مغير ولا حاجة. طبعا الإيميل لازم يكون في بالضبط يعني زي ما كتبه وأرسله المرسل، لازم يصل تماما كما هو. داتا انتجريتي بيحتاج الإيميل، إيش صار؟ الإيميل بحتاج داتا انتجريتي. إذا الإيميل هي بحتاج داتا انتجريتي. هل بحتاج تايمينج؟ يعني لازم يصل بعد سكند واحدة مثلا أو 2 seconds بالكثير؟ لا، حتى لو وصل بعد دقيقة الإيميل مش فارقة كثيرة، ممكن يصل بعد دقيقة بعد بضعة ثواني، إذا لا يحتاج تايمينج. طيب بحتاج ثروبوت يعني باندويث عالي؟ لا، إلاستيك هو، قد ما تعطيله بدبر حاله، يعني بأقل باندويث الإيميل بدبر حاله لأنه مش مستعجل، فيش عنده تايمينج يعني. سيكيورتي، هل بحتاج سيكيورتي؟ أكيد، لأنه لو ما فيش سيكيورتي وفيش تشفير ممكن الرسالة تتزور في الطريق، ممكن حد يقرأها ويتقمص الشخصية بعدين يبعت نفس الكلام، فإحنا بدنا لازم يكون سيكيورتي. بالنسبة للإيميل لازم يكون سيكيورتي ولازم يكون داتا انتجريتي. طيب نشوف الجيمز مثلا، هل بتحتاج داتا انتجريتي؟ الى حد ما يعني، انه اذا دعس دعسه مثلا طخ او مثلا نط من فوق حائط او كذا في اللعبه، اللاعب لازم تصل نفسها يعني الى حد ما بيحتاجها. لكن مين اهم من الانتجريتي؟ بيحتاج التايمينج، هو بده في نفس اللحظه يحصل، لانه عاده بيلعبوا الاولاد مثلا، يكون واحد في غزة قاعد والتاني في البرازيل وواحد في روسيا وبيلعبوا مع بعض، كويس؟ فلازم إذا بيعمل حركة في نفس اللحظة تبين الحركة عند الآخرين. تمام؟ بيحتاج تايمينج مهم جدا في الجيمز، بالذات الأونلاين جيمز يعني المقصود. طب هل بيحتاج ثروبوت؟ بده ثروبوت عالي؟ لا، يعني بتات بسيطة بتنبعت، كيلو بيتس بسيطة اللي بتنبعت في الجيمز. ليش؟ لأن الجيم نازلة ونهان نازلة هان، بس هي زي كنترولز يعني، إنه والله نط فبنبعت إشارة يعني رقم، هو إنه والله عمل نطة مثلا ضرب سكينة بنبعت إشارة إنه ضرب سكينة، بس السكينة مرسومة هناك وموجودة، مش هيبعت الرسمة كاملة يعني أو الصورة كاملة، هو بيبعت بس إشارات إيش اللي بيحصل. فالثروبوت بيحتاج ثروبوت عالية. هل بيحتاج سكيورتي؟ برضه مش مهمة كثير في الجيمز. إذا في الجيمز أهم شيء التايمينج، طبعا كله بيلزم، لكن التركيز على التايمينج. لكن الثروبوت بده بسيطه جدا، داتا انتجريتي يعني الى حد ما مش مهمه كثير، ولا السكيورتي. كويس، نيجي لسكايب مثلا، بهمه داتا انتجريتي؟ اكيد اكيد بهمه داتا انتجريتي. التايمينج طبعا بهمه، ليش؟ لانه في صوت يعني كلام، ما دام يتحدث فويس مسجز اونلاين
بدنا تايمينغ في نفس اللحظة يوصل، يعني ما يطولش كثير. كمان ثروبوت، بحتاج ثروبوت. ليش بحتاج ثروبوت؟ لأنه الصوت بياخذ حجم، يعني سايز له، فبده ثروبوت معقول إنه الصوت يوصل كويس. وذا فيديو كمان، الصوت والفيديو بده إياهم يوصلوا بسرعة، فبحتاج ثروبوت عالية. سيكيورتي أكيد بحتاج كمان سيكيورتي، بحيث الكلام ما يتغيرش، ما حد ولا شيء يتغير خلال التراسل. نفس الشيء لو جينا للفايل ترانسفير، هات نشوفه بسرعة، بهمه جدا الداتا انتجريتي الفايل ترانسفير، انه ما يتغيرش ولا حرف ولا نقطة تتغير في الرسالة. تايمينج بهمه؟ لا، هو زي الايميل، بهموش التايمينج بالنسبة للفايل ترانسفير. لو أخذ بضعة ثواني لحد دقيقة مش مشكلة كبيرة. لكن لو جينا للفيديو، ايش بهمه الفيديو؟ بهمه الثروبوت دائما. الفيديو بهمه الثروبوت، وبهمه التايمينج، وبهمه كمان التايمينج. هذول الاثنين مهمين جدا للفيديو. اوكي، اذا الداتا انتجريتي هان كاتب some applications زي الفايل ترانسفير كويس، ويب ترانزاكشنز، الفايل ترانسفير ويب ترانزاكشنز ريكواير 100% ريلايبل داتا ترانسفير، يعني المقصود داتا انتجريتي، بده داتا انتجريتي. اذر ابلكيشنز زي الاوديو مثلا كان توليريت سم ايشوز سم لوس، يعني لو صار سم لوس للداتا في الصوت هو مش حيتغير الصوت بالكامل، ممكن يشوش شويه، يصير سكيو معين في الصوت كويس، لكن بضل محمول في، اذا تولرنت تحمل، يعني بتحمل انه يصير بعض اللوس للداتا. لو جينا للتايمينج، يعني الوصول الرساله في نفس اللحظه، سرعه الرساله في نفس اللحظه. some applications مثل الانترنت تليفوني زي ما قلنا السكايب والفيديو اونلاين وكذا على الماسنجر والواتساب، لما بتحكوا فيديو هذا بحتاج تايمينج انه بسرعه توصل. انتراكتيف جيمز كذلك، الانتراكتيف جيمز زي ما قلنا، واحد في البرازيل وواحد قاعد في غزه، بدهم ايش؟ سرعه في التراسل، يعني ات ذا مومنت. ريكواير لو ديلي، بعض الاشياء ريكواير لو ديلي، ديلي لازم يكون قليل وتوصل بسرعه تو بي افكتيف، والا مش حتظبط اللعبه. اذا هو هناك بيطخ عليه وبعد دقيقه هنا بده يوقع، مش معقول، يعني بتصير اللعبه مش مظبوطه. طيب الثروبوت، some applications مثال المالتي ميديا applications، كل اللي فيها فيديو مالتي ميديا require انه تكون مثلا اكبر او تساوي من minimum amount of throughput. تمام، اذا بده هو minimum amount of throughput، يعني بده اكثر من هيك، ممنوع تقل، يعني ممنوع تقل الثروبوت عن المينيمم اماونت، هي المقصود. اذا هو بده ثروبوت عالي، المقصود هان بعض الابلكيشن زي المالتي ميديا بدها ثروبوت عالي يكون الثروبوت، فلذلك بحددوا مينيمم اماونت، هي مينيمم اماونت اكبر او يساوي، انه دائما الثروبوت لازم يكون في هذه المنطقه، ممنوع ينزل هان، ممنوع ينزل هان الثروبوت، لازم يكون دائما اكبر. هذا طبعا بيدخل في الاتفاقيات تاعت الانترنت. لو انت اتفقت مع شركه انترنت سيرفيس بروفايدر بتقول له قديش المينيمم اماونت اوف ثروبوت، حقول لك مثلا 2 ميجا، هو مثلا معطيك 8، اوكي، لكن انا بديش ينزل عن 2 ميجا مهما صارت الظروف، ما ينزلش عن 2 ميجا. وفي سيرفيس يعني اجريمنت بتكون كويس، ولو نزل عن 2 من حقك في الحاله هذه تحاكمه، يعني او الطالب بتعويض انه نزل عن 2 ميجا بت بير سكند، اللي هي هذا المينيمم اماونت في الحاله هذه. other applications elastic بالنسبه للثروبوت، في كثير applications زي الايميل والفايل ترانسفير، هذه elastic بمعنى قد ما تعطي له ثروبوت حتى لو قليل بدبر حاله، شويه شويه بيرسل. والله اعطيته ثروبوت عالي بيرسل بسرعه، اعطيته ثروبوت قليل بيرسل على مهله، المهم انه الرساله حتوصل في الاخر، فهو لا يتاثر كثير وبالنسبه له مش بريوريتي. الثروبوت ليست بريوريتي بالنسبه لمين قلنا؟ تذكروا بالنسبه لمين؟ هات نشوف هان للايميل، الايميل
والفايل ترانسفير للثروبوت ليست بريوريتي بالنسبة لهم، تمام؟ وبالنسبة للجيمز ليست بريوريتي كمان. لكن بالنسبة للجيمز وين البريوريتي؟ قلنا في التايمينج مثلا، بالنسبة للفيديو في التايمينج وفي الثروبوت، الاثنين مع بعض. السكيورتي يعني الكل بيحتاج سكيورتي بشكل عام، لكن مهمة جدا في برامج مثلا معينة زي اللي فيها برامج البنوك، برامج المراسلات اللي ممكن يعني يصير تغيير عليها. يعني واحد بعت للتاني قال له بعثت لك $1000، أجا واحد حط صفر مثلا صارت 10,000، حيقعوا في مشكلة. لازم يكون في سكيورتي في المراسلات وداتا انتجريتي، طبعا مرتبطين في بعض. السكيورتي والداتا انتجريتي، بدون سكيورتي مستحيل يكون في داتا انتجريتي. ترانسبورت سيرفيس ريكويرمنتس، كويس نشوف ما زلنا في الريكويرمنتس بتاعت الترانسبورت سيرفيس. نشوف الكومن ابلكيشنز المشهوره جدا، ابلكيشن زي الفايل ترانسفير اللي بالنسبه للداتا لوس، ايش وضعه؟ انه يصير لوس للداتا تحملش، ها تحملش، هو نوت توليرنت يعني نو لوس، بحتاج نو لوس، ما يصيرش اي لوس للداتا. طب بالنسبه للثروبوت ايش وضعه؟ ليست بريورتي، قلنا هو الاستيك، الاستيك يعني زي المغيطه بيمغط، قد ما تعطي له ثروبوت بدبر حاله. التايم سنسيتيف، هل هو تايم سنسيتيف الفايل ترانسفير؟ لا نو. طيب الايميل شبهه تماما، شبهه زي الفايل ترانسفير. الويب دوكيومنتس نفس الشيء، كل هالدوكيومنتس ها كل هالثلاثة على بعض هم كلهم دوكيومنتس يعتبروا، وبالنسبة لنا هم إلاستيك، بتحملوا يعني أي ثروبوت وبتحملوش لوس، لا يتحملوا لوس للداتا وليسوا تايم سنسيتيف. طيب الريال تايم اوديو او فيديو، انت بتحكي مع صديقك بالفيديو من خلال واتساب او من خلال اي ماسنجر، كويس، هل هو لوس توليرنت؟ لو صار شويه ضياع لبعض الداتا بتحمل، يعني الفيديو بيشوش شويه لكن بضل ايش؟ انه الاتصال شغال ومش مأثر كثير، يعني شويه لوس للداتا، انه الصوت يصير في سكيو شويه او الفيديو في شوم شويه، في تشويش شوية، ما مش هيأثر كثير. أوكي الأوديو، بالنسبة للأوديو بالنسبة للثروبوت لك لازم يكون فوق الخمسة، يعني من 5 كيلوبيت بير سكند. مو في أنواع من الفرماس للفيديو، لعند 1 ميجابت للأوديو، لعند 1 ميجابت بير سكند. والفيديو في من 10 كيلوبيت بير سكند ل5 ميجابيت بير سكند، طبعا حسب الكواليتي اللي انت بتختارها. فإذا أنت اخترت كواليتي عالي وقلت والله بدي أشتغل على 100 كيلو بيت بير سكند، لا مش هتشتغل على 100 كيلو بيت بير سكند، بدك ثروبوت أعلى. فأنت بتختار الكواليتي، وهذا موجود في اليوتيوب وغيره، لما بتحضره بيعطيك إنه إيش الكواليتي اللي أنت بدك إياها، 4K ولا بدك هاي ديفينيشن ولا بدك يعني نورمال. فأنت بتختار الكواليتي حسب الثروبوت المتوفر عندك. إحنا عندنا بما إنه النت يعني ضعيف، عادة ما نختارش كواليتي عالية جدا حتى نقدر نحضر أو نتعامل بالفيديو بشكل معقول. لكن هل هو تايم سنسيتيف؟ طبعا بالنسبة للفيديو والأوديو الأونلاين أو الريال تايم، هو أكيد تايم سنسيتيف، وممنوع يزيد الديلي عن 100 ملي سكند، بصير مش مفهوم، مش معقول واحد يحكي لك كلمة ويصلك الصوت متأخر 100 ملي سكند، بصير يعني يدوب هيك مفهوم الكلام، لو زاد عن هيك ببطل مقبول التواصل، بصير لازم تنتظر شوية تحكي الكلمات وتنتظر شوية وهكذا، بصير الاتصال متعب. طيب الستورد اوديو فيديو نفس الشيء، يعني الستورد اوديو يعني ممكن يتحمل اكثر في الديلي، بحيث في البداية يعني يصبر شوية عبين ما يبدأ، وبعدين يبدأ عرض الفيديو ممكن، لكن ما عدا ذلك، ما عدا البداية شو اسمه، ما عدا يعني التايم سنسيتيف وبده ثروبوت، نفس الشيء بده ثروبوت ولا يتحمل، وبتحمل الداتا لوس، ها بتحمل الداتا لوس ولوس توليرنت وبده ثروبوت عالي. فقط بالنسبه لانه تايم سنسيتيف ممكن يكون شويه يتحمل اكثر بما انه ستورد، فاهمين كيف؟ بحيث في البدايه يعني هي بدايه الفيديو، هو بيبداش يعرض على طول من هذه اللحظه، بنتظر بنتظر بنتظر، هذا بصير معكم، بعدين بيبدا يعرض من هان، بعدين بتمشي اموره، تمام؟ اذا كان
في ديلي في الشبكة، لأنه الديلي راح في البداية. ها أوكي، interactive games قلنا لو ستودنت بتحمل لو مرة يعني ضرب السكينة طلعت الضربة مش هي أو يعني مش كثير أساسي طبعا إلى حد ما، يعني مش معناته إنه كل الضربات تصير مش مظبوطة في اللعبة، لكن هو loss tolerant كويس، بتحمل few kilobit per second، يعني throughput بحتاج قليلة جدا، بحتاج throughput قليلة. يعني لو أنت في البيت حدا قال لك سكر اللعبة معوج النت، أنت الكلام مش دقيق. الألعاب هذه الأونلاين ما بتاخذش throughput عالي. أوكي، التايم سنسيتيف، نعم هو تايم سنسيتيف طبعا، قلنا لو واحد يعني عمل حركة معينة لازم زميله اللي في مكان آخر سواء في غزة أو في أي مكان آخر، لازم اللي بيلعب معاه الكلاينت الآخر يشوف في نفس اللحظة هذه الحركة. تكست مسجنج طبعا بيتحملش اللوس ما دام في مسجز، يعني كلام وكذا مسج تكست، لأنه بتتغير حرف. الصوت قلنا الصوت ممكن يصير فيه سكو شوية يشوش شوية، لكن ما دام تكست ما تحملش التشويش لأنه الأحرف راحت خلاص، أو بتطلع أحرف أخرى بدل أحرف معينة صار كلام مختلف، فبتحملش اللوس في حالة التكست مسجنج. لكن هو إلاستيك بتحمل إنه الثروبوت تكون قليلة مش مشكلة. وبالنسبة للتايم سنسيتيف إلى حد ما يعني بتحمل، بس مش كثير، يعني لحد 100 ملي سكند وزيادة شوي، لحد 150 ملي سكند ممكن يتحمل، لكن زيادة عن هيك بصير مشكلة. فكتب لك هو yes and no. طيب الانترنت ترانسبورت بروتوكول سيرفيسز، ايش في عندنا سيرفيسز على مستوى الترانسبورت بروتوكول للانترنت؟ نشوف التي سي بي سيرفيس ونشوف اليو دي بي سيرفيس، هذول اشهر بروتوكولين شغالين اذا للانترنت. بروتوكولين للانترنت شغالين في الترانسبورت لاير. بالنسبه للتي سي بي عندنا لازم يكون ريلايبل، ريلايبل ترانسبورت بتوين سيندينج اند ريسيفينج بروسيس. ايش المقصود في ريلايبل؟ انه بتضيعش الرساله، بتضيعش، وانه عنده اكنولجمنت، وعشان ما تضيعش لازم يكون عنده اكنولجمنت. كل رساله بتوصل لازم يعرف رقمها، انه هذه الرساله رقم 15 وصلت، الرساله رقم 17 وصلت، طب رقم 16 وين؟ ما وصلتش. برجع بقول له ايش؟ ابعث لي رقم 16. اللي ما وصلتوش رقم 16 حيبعت للطرف الاخر انه 16 ما وصلتش، اعد الارسال لرقم 16. فهذا ريلايبل اتصال، بضيعش ولا رساله. طيب فلو كنترول، عنده تحكم في الفلو. هي في هذه جمله مشهوره، السندر وونت اوفرويلم ذا ريسيفر، السندر مش لازم يغرق الريسيفر بالرسائل بتاعته. بمعنى لو واحد سندر سريع والشبكه بطيئه والريسيفر مش قادر يتحمل، فايش لازم يخفف السرعه، يخفف الارسال. ففي عندنا فلو كنترول وفي عندنا كونجستشن كنترول. الفلو كنترول بين التنين فقط، يعني انه الريسيفر مش مستوعب هذه الرسائل بسرعه، عنده الرام مليانه او كذا، فبصير بينهم فلو كنترول. الكونجستشن كنترول متعلق بالشبكه ككل، يعني انه الشبكه هي بطيئه فهو بيعمل كنترول بخفف السرعه بتاعت الارسال، والله تحسنت الشبكه بزيد من سرعه الارسال. الفلو كنترول قلنا بالعكس، يعني بس بين شخصين بين الجهازين. فالمستقبل ممكن يقول له ستوب سيندينج، لو اجى غرق في الرسائل مش متحمل بقول له ستوب سيندينج، هذاك بوقف. بعد شوي بقول له ريزيوم سيندينج، يعني استمر واصل الارسال، بواصل. او ممكن يقول له بطئ الارسال. كويس، فهم بين شخصين او بين يعني جهازين، هذا الاتصال بين تو بروسيسز. طيب does not provide timing، اذا التي سي بي فيش عنده timing، تمام، does not provide timing، ولا minimum throughput، ولا عنده guarantee لأي حاجة، ولا guarantee ولا security، ما عندوش هذه الأشياء طبعا، ولا الـ UDP ما حدش عنده هذه الأشياء. لكن بعد هيك ظهرت بروتوكولات بتساعد في هذا الشيء زي الـ RTP مثلا، Real Time Protocol. في بروتوكولات صارت تدخل الـ timing وتدخل guarantees، قلنا زي الـ Integrated Services والـ Differentiated Services اللي حتيجي معنا في شابتر
شابتر، ربما شابتر 6 أو شابتر 9، إذا درسناه بيجي معنا الانتجريتد سيرفيسز. أوكي، اللي هي بتعطي جارانتي. طيب كونكشن اورينتد، نعم هو كونكشن اورينتد. التي سي بي بمعنى بيحتاج سيت اب، عنده سيت اب ريكوايرد بتوين كلاينت اند سيرفر بروسيسز. اذا لازم في الاول يعملوا سيت اب بين بعض، بعدين بيبدوا يرموا الرسائل لبعض بسهوله وبسرعه. اليو دي بي مختلف، ابسط بكثير طبعا. اليو دي بي حتى كلام اقل مكتوب، انت شايفين هو ان ريلايبل داتا ترانسفير، فيش عنده اكنولجمنت. كويس، between sending and receiving processes، وبضمنش وصول كل الرسائل ما دام فيش عنده acknowledgement. يعني لو رسالة ما وصلتش بقولش للطرف الآخر والله هذه ما وصلتش عيد إرسال الرسالة، لا ما وصلتش بلاش خلاص. does not provide، ما عندوش إيش، لا reliability ولا flow control ولا congestion control ولا timing ولا throughput ولا guarantee ولا security ولا حاجة، ولا أي شيء عنده guarantee ولا عنده security. كويس، or connection setup، وما عندوش setup، ما عندوش ولا حاجة، غلبان الـ UDP. Why bother؟ Why is there a UDP؟ إيش هالإزعاج يعني؟ طب ليش لازم الـ UDP ما دام ما عندوش ولا حاجة من هذا الكلام؟ بلزمنا للمالتي ميديا، هو كويس لإرسال الفيديو والأوديو، لأنه في الفيديو والأوديو مش معقول لو صار لوس ترجع تقول له أعد الإرسال. في الفصل الماضي في الداتا كوميونيكيشن إذا بتذكره في آخر شابتر 10 حكينا في هذا الموضوع، لما قلنا عن الفورورد ايرور كوركشن، فاكرين انواع الفورورد ايرور كوركشن؟ وقلنا لو تحضر برشلونه وريال مدريد واجت الكوره تفوت في الملعب وشوشت الصوره، مش حتقول توقف وتقول اعد الارسال. انت ككلاينت جهازك مش حيقول اعد الارسال بدنا نشوف الكوره كيف دخلت، ممكن تصير هجمه مرتده ويهجم الفريق الآخر، مظبوط؟ فلازم يصير التصليح في نفس اللحظة، فبيستخدموا هان الفورورد اير كوركشن اللي بيحاول يصلح في نفس اللحظة. يعني ممكن يبعث اللو كواليتي مع الهاي كواليتي، ممكن يعمل انترليفينج، طرق مختلفة، لكن ما فيش إعادة إرسال. فهو اليو دي بي اللي هو يستخدم للفيديو ما فيش فيه ريلايبيليتي. انترنت ابلكيشنز، عندنا الابلكيشن والترانسبورت بروتوكول، هذا نشوف مع بعض. الايميل مثلا كابلكيشن، ايش البروتوكول تبعه في الابلكيشن لاير، وايش البروتوكول تبعه في الترانسبورت لاير اللي هو اندرلاينج اللي تحته مباشره. في الابلكيشن لاير عنده اس ام تي بي البروتوكول، كويس. الار اف سي تبعه هيقول لك 28 1 وعشرين. طيب في الترانسبورت ايش بيستخدم؟ هل ممكن يستخدم يو دي بي الايميل؟ منفعش، اليو دي بي بضيع، ممكن يضيع اشياء وما يسالش عنها. شو قلنا قبل شويه؟ بضيع داتا، ممكن مسجات ما توصلش، باكيتس ما توصلش، وما ما يطلبش اعاده ارسالها. فاذا لازم يكون التي سي بي بحيث لو اي باكيت ضاع حيطلب اعاده ارساله، ولازم تتجمع كل الداتا وتترتب زي ما كانت. هذا شغل تي سي بي. طيب الريموت تيرمينال اكسس تيل نت الابلكيشن، اذا ريموت اكسس البروتوكول اسمه تيل نت، والار اف سي هيو كويس 854، طبعا بيستخدم تي سي بي. هذا بده دقه عاليه، تيل نت تحكم عن بعد، وصول عن بعد لازمه تي سي بي. الويب اتش تي تي بي البروتوكول تبعه كويس، لازم تي سي بي كمان. الـ RFC تبعه 2616. الفايل ترانسفير كذلك بده تي سي بي، كله هذا فايل دوكيومنتس لازم تي سي بي، والبروتوكول اسمه اف تي بي فايل ترانسفير بروتوكول. كويس، الستريمينج مالتي ميديا هنختلف الوضع. في الستريمينج مالتي ميديا ممكن نستخدم اليو دي بي، فيستخدم ال HTTP ممكن في الستريمينج مالتي ميديا زي اليوتيوب، وممكن استخدام الريال تايم بروتوكول اللي هو الار تي بي كويس اللي فيه تايمينج قلنا، وممكن تحميله على اليو دي بي افضل طبعا، واحيانا يجوز استخدام التي سي بي. الاتش تي بي احيانا بستخدم التي سي بي. الانترنت تليفوني
إلها بروتوكولات زي الـ RTP أو السيب اللي هو Session Initiation Protocol اسمه السيب، وفي بروبريتري طبعا زي السكايب أو بعض البرامج الخاصة كويس، وهنا برضو أحيانا بيستخدم UDP وأحيانا يستخدم TCP. إذا لاحظتوا أنه الـ UDP فقط مع الصوت والفيديو، مع الصوت والفيديو فقط يستخدم الـ UDP. طيب الـ TCP هل هو secure؟ not secure، لكن في عملية سكيورينج للـ TCP اللي هي من خلال البروتوكول SSL اللي هو Secure Socket Layer، اختصار لـ Secure Socket Layer. بصير في عندنا سكيورتي عند الـ TCP. احنا قلنا لما المهندسين صمموا الـ TCP والـ IP والـ UDP ما كانش أي تفكير، لما صمموا الإنترنت عموما ما كانش أي تفكير في السكيورتي، اعتبروا كل الناس ترستد، وهذول الناس يعني علماء وناس عندهم مسؤولية وما حدش ممكن يخرب أو يزور أو شيء يعمل شيء. لكن بعدين صارت طبعا كومون، فصار في للأسف باد جايز وباد جيرلز اللي هم بيحاولوا يخربوا ويزوروا ويشوشوا على الآخرين، فصار لابد من الكاتش أب للسيكوريتي ونلحق نعمل برامج إضافية، فصار اختراع للسيكيور سوكيت لاير كويس. نشوف نتعرف أكثر. TCP and UDP no encryption، إذا فيش عندهم encryption التنين. Clear text passwords، حتى الباسورد ترسل clear text وبتمشي في النت ترافيرس وبتلف وبتبحر في النت وهي clear text، وممكن التعرف على الباسورد. طبعا لو واحد عنده حساب في البنك أو عنده شيء مهم وبده يرسل أو يستقبل، مشكلة كبيرة جدا. لذلك البنوك لازم تستخدم هذا السكيور سوكت لاير اللي هو provides encrypted TCP connection. بصير TCP encrypted، أي رسالة طالعة إلا تكون encrypted وبطريقة يعني معقدة ما حدش يقدر يفكها. بيأمن الداتا انتجريتي إذن، وبيأمن الـ end point authentication، لأنه أنت بدك تتصل على البنك، طب البنك عارف مين أنت؟ بتقول له أنا أيمن أبو سمرة. طيب ما اكتفاش هيك يعني، ممكن أي واحد يقول أنا أيمن أبو سمرة مزبوط، لكن لازم يكون في authentication، يكون متأكد أنه اللي بيعرف نفسه أيمن هو أيمن، واللي بيعرف نفسه علي هو علي، ومحمد هو محمد، يكون متأكد من هذا الشخص. طيب الـ Secure Circuit Layer is at Application Layer، طبعا هو مش في الـ Transport، هو في الـ Application Layer، لكن بيأمن خدمة للـ Transport، بصير الـ Transport Secure. Applications use SSL Libraries إذن، which talk to TCP، بتتعامل مع الـ TCP. SSL Socket API هو Clear Text Password sent into socket traverse internet encrypted، بتصير ايش؟ encrypted، لانه صار في عندنا API application programming interface، فصار الباسورد بتمشي في النت وهي encrypted، والداتا كلها صارت encrypted مش بس الباسورد. طبعا جاي معانا في شابتر السكيورتي، شابتر 7 أو 8 السكيورتي، هل هو شابتر 7، حنتعرف بشكل مفصل على السيكوريتي إن شاء الله، هو ضمن خطتنا هذا الفصل. يعطيكم العافية، هيك خلصنا هذا السكشن من الابليكيشن لاير شابتر. السلام عليكم.